هذا يسأل يقول كيف يأنس العبد بربه بمراقبته له وبالتلذذ بعبادته وباختبار نفسه في ذلك حال الخلوة مع الناس؟ قد ينشط لكن ينظر في الخلوة كيف أنسه بربه، بالمراقبة وبالعبادة وكثرة الذكر والاستئناس به في حال الخلوة إذا خلا بنفسه وقعد خاليا لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه سيجد الأنس وأن يرضى عن الله في قضائه وقدره في هذه الدنيا. فإن الرضا عن الله في قضائه وقدره يورث الإنسان الطمأنينة والأنس في هذه الحياة الدنيا، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيعيش حينئذ قليل العين مطمئن البال مرتاحا.